الصندوق باذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصه المصريه لضمان شفافيه كامله لكل المستثمرين، ومن هنا بندعو جميع المستثمرين رجال الاعمال المصريين، البنوك المصريه والمؤسسات الماليه وحتى الافراد للاستثمار في الصندوق. الصندوق هيكون هو حلقه الوصل بين كل الاطراف المعنيه لتحقيق عوائد استثماريه. فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الارض، هو فريق متميز مشترك بين شركة ابدأ وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية. بدأنا استراتيجية الاستثمار بضخ 100 مليون جنيه كحد أدنى في المشروع وحد أقصى 500 مليون جنيه. احنا نستهدف جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية لكل المشروعات اللي بتستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية. بإذن الله يا فندم بعد نجاح الإصدار الأول هيكون في إصدار تاني وتالت بإذن الله. استاذن سيادتك في عرض أربع نماذج لمشروعات ابدأ عن طريق الفيديو كونفرنس، سواء بالشراكة مع ابدأ أو مشروعات ابدأ قدمت لها دعم. مصنع محرك حساب شركات أجنبية، مجموعة فانتازيا حاليا يا فندم على مساحة 15,000 متر بتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22,000 طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه. نسبة المكون المحلي يا فندم في منتجاتنا حاليا 30% وهدفنا نزودها 70%. وكان لقطاع دعم الصناعة بمبادرة ابدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام، وده هيوقف استيراد حوالي 150 ألف طن من الخام سنويا، بالإضافة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وده وفر علينا وقت ومجهود كبير في افتتاح هذا المصنع. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم وعمال مصر بكامل الصحة والعافية. أشكرك يا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. مصنع أنجل إيست إيجيبت للتكنولوجيا الحيوية، السيد ليو جين، اتفضل يا فندم. 尊敬的阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜拉法塔赫塞西阁下，尊敬的大使阁下，各位来宾、女士们、先生们，受安琪集团董事长熊涛的委托，今天我非常荣幸的代表安琪酵母埃及有限公司参加此次活动，感谢总统阁下和各位领导对安琪酵母的认可和支持。安琪酵母始创于1986年，总部位于湖北省宜昌市。 主要经营酵母衍生物合成生物及其茶叶等相关生物科技领域的开发生产经营。历经30多年的发展，我们在全球已经建成16个现代化的生产基地，打造了12个技术中心，产品供应160多个国家和地区。基于埃及独特的区位优势和良好的投资环境，2011年3月，安琪在埃及成立第一家境外子公司。我们在 开罗和班尼斯威夫分别设立了技术中心和工厂，其中工厂占地面积12万平方米，总投资超过2.5亿美元。2024年年底，工厂产能将达到6万吨，埃及员工人数将超过1000名，成为埃及在全球规模最大的生产的基地。我们在埃及当地的原料采购比例高达90%，一方面 我们全面满足埃及国内市场酵母的供应，降低进口需求；另一方面，我们依托埃及出口优势开展出口贸易。现在我们80%的产能都用于出口。借此机会，我们要感谢埃及科技政府以及 ABDA 对安琪酵母埃及有限公司长期以来的支持和帮助。我们也诚挚地邀请 总统阁下以及各位领导莅临安琪酵母埃及有限公司指导工作，谢谢总统阁下，谢谢廖立强大使，谢谢大家，Shukran Yamas。 أخيرا حابين نوجه شكر لسيادتك على الدعم الدائم لنا